بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الف مليون مبروك للمنتخب المصري الفوز على منتخب موريتانيا 2-0، الحمد لله رب العالمين. اي نعم، في اسئله هتقعد تسالها، هو احنا درسنا منتخب موريتانيا قبل الماتش ولا لا؟ ان الاسئله دي نوعا ما انت محتاج ان انت تستخدمها، يعني معلش، يعني منتخب موريتانيا كابتن امير عبده بيحب جدا ال 4-4-2، الراجل بيحب قوي ال 4-4-2 وبيحب قوي يقفل على الخصوم بتوعه، ولو انت خصم بتحب تلعب بعرض الملعب وتحب تفتح الملعب فكابتن امير عبده هيقرفك بجد، لان الراجل هيقفل لك الاطراف وهيخليك نوعا ما تحاول تلعب في العمق، يعني لو حاولت تلعب في العمق الامور نوعا ما ممكن تكون بالنسبه لك افضل، ولو انت عندك اطراف بتضم لجوه زي محمد صلاح وزي تريزيجيه الدنيا هتبقى بالنسبه لهم مش افضل حاجه، لان هما الاثنين هما بيلعبوا لجوه دايما هتلاقي ان اللعيبه بتاعه منتخب موريتانيا هيضموا معاهم لجوه، فهنا هيسيبوا الطرف ده المفروض ان هو يستخدمه مين بقى؟ الباكات بتوع حضرتك. بس طبعا للاسف يعني باكات منتخب مصر النهارده بيثبتوا للمره المليون ان هم هيفضلوا حلقه ضعيفه في منتخب مصر، ومشاكل كتير في موضوع الباكات ده. فلما تقعد تبص على باكين منتخب مصر، كابتن احمد عيد المفروض ان هو ممتاز بالادوار الهجوميه، المفروض ان محمد حمدي نفس الكلام، بس في مشكله بسيطه، بس محمد صلاح مش هيتسمح له ان هو ينزل لتحت يشتغل دور صناعه اللعب، يعني محمد صلاح مش هيتسمح له ان هو يشتغل دور صناعه اللعب. محمد صلاح هيضم كتير لجوه عشان احمد سيد زيزو وهو اللي يلعب جناح، اه زيزو هو اللي بيلعب جناح، وصلاح المفروض ان هو بيخش في العمق بيبدلوا مع بعض، اه صلاح بيجي في العمق وزيزو بيروح على الطرف، اه بتحصل فعلا. زي الناحيه الثانيه مثلا ساعات بتشوف مرموش بيخش لجوه وبتشوف تريزيجيه موجود لبره، وساعات بتشوف تريزيجيه لجوه وساعات بتشوف مرموش لبره، فاحنا بنغير. فتقعد تبص على شكل منتخب مصر كده، احنا عندنا نوعا ما شكله قريب لل 3-1-6، اه احنا عندنا شكله قريب لل 3-1-6 واحنا بنهاجم، يعني مفروض، بس معلش احنا بيكون عندنا مشكله بسيطه جدا، لو اللاعب الديفندر بتاعنا مش في افضل احواله بنشيل قبه، والنهارده الحمد لله يعني مروان عطيه كان في افضل احواله وعمل مباراه رايقه قوي دفاعيا وهجوميا. مروان النهارده بتتكلم على 9 مباريات أرضية فاز منهم ب8، بتتكلم على 7 كرات طوليه صح من 8، فانت بتتكلم على ارقام محترمه قوي 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 لواحد من نجوم اللقاء مروان عطيه. حمدي فتحي من افضل الحاجات اللي موجوده عنده طبعا امتيازه في الكرات الطوليه زي رامي ربيعه، من افضل الحاجات اللي موجوده عند حمدي هو ان حمدي لاعب متعدد المراكز وتقدر انك تستخدمه في اي مركز انت عايز في نص الملعب، او كمان ممكن تستخدمه كليبرو وممكن تستخدمه كمساك، وده اللي حصل النهارده فعليا بعد اصابه محمد عبد المنعم. ولكن حمدي النهارده ما عملش مباراه افضل حاجه، يعني حمدي في كوره اتقطعت منه ولكن تخطيط محمد عبد المنعم فرقت كتير فيها. بتتكلم على منتخب موريتانيا وهو بيلعب 4-4-2، الامور بالنسبه له نوعا ما كان بيعتمد على التحولات بشكل كبير جدا، وكان بيعتمد دايما على موقف ال3-2 ومحاوله القادمون من على الاطراف للمسانده الهجوميه. فانت هنا بتتكلم على مباراه نوعا ما متعقربه، ولكن في ظل الزحمه الكتير بتقدر ان انت تخلق فرص، زي فرصه احمد سيد زيزو كده، يعني فرصه احمد سيد زيزو اللي صدها محمد ديوب حارس المرمى. هتقول لي يا ابو الكباتن معلش يعني، بس احنا كنا محتاجين حد يلعب عرضيات، ما هو انت لما بتلعب عرضيات عن طريق احمد سيد زيزو، بتلعب عرضيات عن طريق احمد سيد زيزو وعن طريق احمد عيد، بيبقى فيه هنا تريزيجيه ومرموش، والاثنين مش افضل حاجه في موضوع العرضيات، وخصوصا وفي تكتل دفاعي من منتخب موريتانيا، فكان شوط مع اقرب ما يعلم بالله ربنا، وكان باين ان انت محتاج تغير. محمد عبد المنعم للاسف الشديد هو اللي جه عليه النصيب بتاع التغيير، منعم مسك رجليه وقال له ان انا مش هكمل. هنا بقى كابتن حسام قرر يعمل ريسك بقى، هنا كابتن حسام قرر يعمل ريسك بقى، بصوا يا شباب احنا محتاجين نرجع حمدي فتحي لتحت شويه، محتاجين نرجع حمدي فتحي يلعب كمساك تاني، محتاجين نطلع حمدي فتحي يلعب كمساك تاني، ونخلي تريزيجيه ونجيب تريزيجيه يرجع هو يعمل واجبات نص الملعب مكان حمدي فتحي، وطبعا تريزيجيه واجبات نص الملعب بتاعته هتكون هجوميه وهتكون نوعا ما فيها محاوله للترقيص ومحاوله للاختراق ومحاوله للبحث عن الاطراف اللعيبه اللي بتتحرك من غير كوره، وطبعا هنا وانت بتتكلم على اللعيبه بتتحرك من غير كوره مفيش حد من اطراف منتخب مصر بيتحرك من غير كوره غير محمد حمدي. النهارده ما شفناش احمد عيد بيقدم مستوى خرافي، طبعا لان عيد نوعا ما يعني حظ مش مساعده شويه، تلعب مع منتخب مصر الماتش صعب قدام موريتانيا، الدنيا بالنسبه لك مش افضل حاجه، ما بتلعبش كتير لان عيد من بعد الاولمبياد ما لعبش، فانت هنا بتتكلم على لاعب نوعا ما قصه ان انت تجيبه من الضلمه النار عشان انت عندك مشكله مع عمر كمال عبد الواحد اللي المفروض ان انت تحتاجه، لانه هجوميا كان المفروض ان هو اقوى ويقدر ان هو يلاقي لك حلول ويقدر ان هو يرقص ويفتح مساحه لحد من زمايله،
ولكن احنا معلش انا عندي مشكله مع احمد مع عمر كمال. طب خلاص هات عمر جابر، انا عندي مشكله برضو مع عمر جابر. يعني عمر جابر دفاعيا كويس ويقدر ان هو هجوميا برضو يشتغل معاك دول كويس، انما انت لا انا ما اجيب احمد عيد. طب ما النهارده اتكشف ان انت عندك مشكله في الاطراف. المشكله دي اتحلت اي نعم بالهدف اللي سجله تريزيجيه، السكند جول العظيمه اللي سجلها تريزيجيه وخدها مره واحده وراحت، وكمان الهدف الثاني اللي سجله محمد صلاح، بس هنا الاسيست يحصل لمروان عطيه وطبعا محمد حمدي اللي بيجري من غير كوره. يعني محمد حمدي بيجري من غير كوره كتير لدرجه ان هو ساعات كتير كان بيقع في الوصايه. قلت له بس احنا اتحسب عليه شويه اوفسايدات مضحكه بصراحه، اتحسب عليه اوفسايدات مضحكه كتير بالشوط الثاني. مباراة كانت صعبة، المباراة تثبت للمرة المليون ان المدرب المصري ممكن تاخد منه كلام كتير، بس دراسة خصوم ما فيش الكلام ده ما بيجيبش عندنا باتنين جنيه. احنا بنتكلم كتير اه ادرس خصم، لا ما عندناش حاجة اسمها كلام فاضي. اهم حاجة عندنا نطلع نلقح على رئيس اتحاد الكرة اللي جاي، مع انه مش شغلنا احنا، المفروض ان احنا مدير فني نتكلمش في الحاجات دي. نطلع نلقح على الاندية ونلقح على بطولات افريقيا ان هي ايه الاندية الضعيفة اللي موجودة في افريقيا اللي انتوا بتحضروا لها دي. وسبحان الله انت معتبر مجموعة بوتسوانا ومجموعة المنتخب الموريتاني ومنتخب راس الاخضر اقوى مجموعة في افريقيا. نتمنى بس التصريحات بتاع مدرب منتخب مصر تظبط بره الملعب، لان تصريحاته بره الملعب بتخلق له مشاكل كتير وبتخلق له عداوات كتير، ولكن جوه الملعب لو قدرت ان انت تظبط تصريحاتك هتقدر ان انت توصل بطوله افريقيا مستريح، وهتقدر ان انت توصل كاس العالم مستريح. بس اهم حاجه ان انت تظبط تصريحاتك وتظبط مشاكلك، لان مشاكلك دايما هي في التصريحات مش مشاكلك فنيات او كوره. لان انت من هنا لحد كاس الامم الافريقيه المغرب مش هتقابل حاجه صعبه، سواء في تصفيات امم افريقيا او في تصفيات كاس العالم. فبالله عليك يعني ما تبوظش الدنيا بالتصريحات، التصريحات هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الناس تقلب عليك، مفيش حد عدو ليك وخصم ليك اكتر منك انت شخصيا.